السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً يا شيخ مصطفى. الحمد لله بخير. والله يا شيخ مصطفى أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ مصطفى بسيط لكن هو حلال وحرام فيعني تحملني يعني. اتفضل. أنا يعني بشتغل كده يعني عندي توك توك وساعات بطلع عليه أشتغل عليه وكده. ففي ايام الاسواق يا شيخ مصطفى بيركب معايا طبعا ناس كتير، احيانا بلاقي حاجات يسيره يعني بيبقوا ناسينها، كيس جوافه كيس بتاع. انا بقول لك بعتذر الاول عن بساطه السؤال. فالحاجات دي احيانا ببقى مش فاكر الناس، فدي امرها سهل اتصدق بثمنها او ف لا انا عارف. عفوا لكن لا عفوا انت سائق تقول؟ عندي توك توك. يعني توك توك، واحيانا واحد راكب ينسى كيس في جوافه، كيلو جوافه. ايوه لا تعرف حصلت معايا. لا هو بيبقى ناس كتير يا شيخ مصطفى انا ببقى مش عارف ده تبع مين. يعني اخر مره مثلا اخر كيس جوافه اتنسى معايا، رجعت المكان اللي نزلوا فيه قعدت اسال ما لقيتش صحابه. خلاص كله كل ما في مشكله. والله تصدقت بيه خلاص يعني ده لحد يستاهل. اخر حاجه النهارده يعني انا لقيت حضرتك فاتح البث وقلت اسالك. يعني انا في بشتغل في بلد جنب بلدنا واخر ناس بقى دول عارفهم الشيخ مصطفى كانوا شاريين مانجا. روحت البيت لقيت اخويا بيقول لي ايه دي يا احمد، ولقيت مانجايه. فانا هتخ مشوار مانجايه واحده؟ اه واحده بس. ده كلها يا حبيبي ما يبقاش حرام يا شيخ. لا مش حرام، لك او لاخيك او لذيب ستتلف او انك ستتكلف اضعاف ثمنها من اجل وصول اليه. لان انا اساسي كلها هنيئا. الف شكر يا شيخ مصطفى. السلام. الله يسلمك.